السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم شاهدوا كيف كانت ردة فعل النساء الجزائريات على خطاب الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون. تابعوا معنا هذا الفيديو. الناس عزاز علينا وعزاز عليكم، هو اكبادنا لها في الخارج، اولادنا جالية جزائرية في الخارج. انا حاولت باش نرسخ تقاليد اينما حليت في اي دولة نمشي لها لازم نتلاقى مع الجالية تاعنا. اولا اعطيت تعليمات صارمة للسلك الدبلوماسي تاعنا التكفل بها ومشاكلها، وطلبت باش كل سفارة تخلق هيئة تاع محامين للدافع على مصالح ولادنا في الخارج. وفي رمضان ان شاء الله نجيبوا الاولاد نتاعهم في الراحه هنا كولوني فاكونس، وفي رمضان باش نخليهم يتواصلوا مع الوطن تاعهم نوعدهم بتخفيض تاع 50% في التذكره. باسمكم جميعا باش يجوا يفوتوا رمضان مع اهاليهم هنا، وبالاخص ان الوضع الاقتصادي اللي هي اصبح صعيب. طيب اذن تحيا الجزائر حرة أبية صامدة، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس عزاز علينا وعزاز عليكم، هو أكبادنا لها في الخارج، أولادنا جالية جزائرية في الخارج. أنا حاولت باش نرسخ تقاليد أينما حليت في أي دولة نمشي لها لازم نتلاقى مع الجالية تاعنا. أولا أعطيت تعليمات صارمة للسلك الدبلوماسي تاعنا التكفل بها ومشاكلها، وطلبت باش كل سفارة تخلق هيئة تاع محامين للدافع على مصالح ولادنا في الخارج. وفي رمضان ان شاء الله نجيبوا الاولاد نتاعهم في الراحه هنا كولوني فاكونس، وفي رمضان باش نخليهم يتواصلوا مع الوطن تاعهم نوعدهم بتخفيض تاع 50% في التذكره. باسمكم جميعا باش يجوا يفوتوا رمضان مع اهاليهم هنا، وبالاخص أن الوضع الاقتصادي اللي هي أصبح صعيب. طيب إذن تحيا الجزائر حرة أبية صامدة، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.